العالم بشكل غريب، هو في مستقبل دايما بنشوف اللي فكره قليل هو اللي بيعلى واللي فكره كويس بينزل، اللي متشاف على الوش هو التافه. طب الغلط عندنا احنا ولا عندهم؟ احنا هنعمل ايه؟ احنا كل اللي بنعمله ده له لازمه فعلا؟ في فنان مصري عبقري وانا بعتبره هو مثلي الاعلى واستاذي، مع اننا ما اتقابلناش قبل كده على الحقيقه وما تعاملناش على الطبيعه، بس اتعاملنا على الاقل على السوشيال ميديا، شفت اراءه وشفت افكاره، وكان حد فعلا فنان وبيفهم وعنده ثقافه حقيقيه. الراجل ده خد حقه في حياته، اشتغل في اماكن كتير زي ديزني وزي بيكسر، عمل افلام كرتون مشهوره جدا، عمل ديكور مسرحيات من اهم المسرحيات اللي موجوده في العالم العربي كله زي العيال كبرت، عمل شخصيه كلنا بنحبها خصوصا جيل الثمانينات والتسعينات، وهي شخصيه كيمو، كيمو كونو. هاني المصري كان بيتكلم عن حاجه مهمه قوي، الاحداث اللي بتحصل في حياتنا وان في حاله ضمور في الثقافه وفي الفن، انحلال في حاجات كتير، وكان بيتكلم عن قيمه اللي احنا بنعمله. هل احنا المفروض نشتغل ونكمل ولا كده كده ملهاش لازمه ومش هتفرق؟ استمر اكتر من 200 سنه، حكم سيء، اقتصاد سيء، سياسه سيئه، ثقافه سيئه، تمشي فيه فنون. مره هاني المصري كان بيحكي عن الحضاره المصريه القديمه، الفتره بتاعت عصر الاضمحلال الثاني او عصر الانتقال الثاني زي ما بيتقال. عصر الاضمحلال الثاني اللي كان في الهكسوس. عارفين عصر الاضمحلال الثاني ده استمر كام سنه؟ استمر اكتر من 200 سنه. 200 سنه يعني اجيال واجيال واجيال. متخيلين من 100 سنه كان في عندنا ايه في حياتنا؟ فتره زمنيه زي دي كان فيها دمار في كل حاجة، كان فيها فشل في كل حاجة، حكم سيء، اقتصاد سيء، سياسة سيئة، ثقافة سيئة، ما كانش فيه فنون، ما كانش فيه علم، ما كانش فيه فن، ما كانش فيه حضارة محترمة زي الحضارة المصرية القديمة اللي احنا نسمع عنها دايما في كتب التاريخ. عصر الاضمحلال كان فيها احتلال زي احتلال الهكسوس. أكتر من 200 سنة في فساد، في دمار، في فشل، في كل حاجة وحشة انتوا ممكن تتخيلوها كانت موجودة. افتكروا المصريين قدروا يخرجوا ازاي من الفترة دي؟ الفترة اللي جت بعد عصر الاضمحلال الثاني هي فترة نهضة ما حصلتش، اللي كان فيها أحمس اللي طرد الهكسوس، اللي كان فيها توت عنخ آمون وإخناتون، اللي كان فيها رمسيس الثاني. أنا بقول الأمثلة الأسامي المشهورة اللي الناس كلها عارفاها، الأمثلة اللي كان فيها نهضة حقيقية، نهضة حقيقية في الفن بشكل خاص وفي كل حاجة تانية بشكل عام. أنا مش هتكلم في الحاجات اللي ما بفهمش فيها، يعني مش هتكلم في سياسة، مش هتكلم في اقتصاد، مش هتكلم في الحاجات التانية، أنا هتكلم في الفن وبس. هاني المصري اتكلم عن الفن في المرحلة دي، واتكلم إزاي الناس قدرت تخرج من عصر الاضمحلال بنهضة فنية عظيمة. هقول لكم عن ده في الفيديو الجاي.